يعاني كثير من أطفالنا الملل المدرسي، وأغلبهم يذهبون مرغمين عليها لا حبا فيها. فالطرق التي تنتهجها جل المدارس لا زالت طرقا تقليدية تفتقر للعديد من الشروط والبيئة الملائمة التي يجب أن يتواجد فيها أطفالنا من أجل تحصيل أفضل، خصوصا في تعلم اللغات التي تعد أكبر هاجس يواجههم ما لم يتمكنوا منها في مراحلهم الأولى. جودة تعليم الجزائر. من خلال مجمع بي بي سي سكول، اعتمدنا لأول مرة في الجزائر أحسن الطرق التعليمية وأفضل الممارسات المختلفة في التدريس التي تتسم بالفعالية والمتعة والحفاظ على الرغبة في التعلم. سطرنا برنامجا يرتكز على أهداف بيداغوجية مع مراعاة الجانب النفسي، حيث نعمل بنظام التحفيز على المشاركة والانسجام مع برنامج متكامل لتنمية مهارات المحادثة والاستماع لتكوين حصيلة هائلة من الجمل الضرورية للتواصل مع مختلف مواقف الحياة، كما ننمي فيهم الإبداع والتفكير. ولأنه تطبيقي 100%، نعتمد أيضاً على الممارسة بوسائل مختلفة، منها استخدام الدراما في العملية التعليمية، المسرح، اللعب التمثيلي باعتبارها وسيلة تعلم أطفالنا الشراكة، تبادل الأفكار، العمل الجماعي، التفاوض، تعزيز الثقة بالنفس. وكل هذا هدفه واحد، تطوير مهارات المحادثة باللغات دون أن يشعر أطفالنا بالعملية التعليمية، وبهذا نحقق طفلاً متوازناً ومبدعاً يساهم في المجتمع.